الرحمن الرحيم. الآن رح ندرس موضوع الرياكتور إن سيريز. إحنا تعلمنا كيف نعمل ديزاين إكويجن لسينجل رياكتور، سواء كان سينجل سي إس تي آر أو باتش رياكتور أو بي أف آر أو بي بي آر. الآن رح نبدأ نتعلم كيف نوجد اللي هي الديزاين إكويجن في حال كان عندي أكثر من سي إس تي آر إن سيريز. على سبيل المثال زي ما موجود عندي هون في الإكزامبل، كان في عندي بي أف آر مطبوع بسي اس تي ار، بعديها سي اس تي ار مطبوع ببي اف ار. كيف انا راح اوجد الديزاين ايكويجن للبي اف ار اللي موجود عندي هون والسي اس تي ار والبي اف ار ان سيريز؟ قبل ما اتعلم كيف اوجد الديزاين ايكويجن، راح اعيد تعريف الكونفرجن في حاله الرياكتور ان سيريز. وبيحكي لي هون انه راح يكون نعرفها على شكل الاكس اي ايكوال توتال مولز اوف اي رياكتد اب تو بوينت اي على المولز اوف اي فيت تو ذا فيرست رياكتور. يعني لو جينا حكينا الـ X1 اللي هي الـ Convergen بعد الرياكتور الأول، هي راح تساوي عدد المولات اللي تفاعلت في الـ BFR على عدد المولات اللي دخلت على الرياكتور اللي هي الـ FA0. لو جينا نعرف الـ Convergen اللي هي X2 اللي هي بعد الـ CSTR، هي راح تكون عبارة عن إيش؟ الـ Total Moles of A Reacted Up to Point I، يعني هي عدد المولات اللي تفاعلت في الـ CSTR والBFR على التوتال مولز فيد للفيرست رياكتور اللي هو البFR اللي عندي. الX3 هي راح تكون عبارة عن إيش؟ Total moles of A reacted in the BFR والCSTR والBFR الأول على التوتال مولز of A fed to the first reactor اللي هي الFA0 اللي دخلت على الرياكتور الأول. طبعا بيحكي لي this definition can be only used when the feed stream only enters the first reactor in the series and there are no side stream either fed or withdrawn. يعني هاي الحالة بتنطبق بس إذا ما كان في عندي side stream. يعني على سبيل المثال لو افترضنا إنه في عندي stream هنا بيدخل، أو إذا كان في عندي اللي هو reflux مثلا على سبيل المثال بيدخل في CSTR هنا، هاي التعريف للconversion بصير invalid، خطأ. The molar flow rate of A up to point I is equal the moles is equal to moles of A fed to the first reactor minus all moles of A reacted up to point I. الآن في حالة السنجل CSTR أو في حالة السنجل اللي هي flow reactor، جينا عرفنا إنه moles of A leaving the system اللي هي FA كانت بتساوي FA not minus FA not في X. الآن لو كان في عندي اللي هو reactor in series، راح أجي أعرف اللي هي FAI بدها تساوي FA0 minus FA0 في XI. ال FA0 في XI هي بتمثل إيش؟ Total moles of A reacted up to point I من المعادلة هون اللي هي XI في moles of A fed to the first reactor. وهذا الترم اللي هو إيش؟ ال initial flow rate للمادة. وبالتالي ال FAI، يعني لما أجي أحكي ال FA1 هي راح تكون عبارة عن إيش؟ ال FA0 minus FA0 في X1. FA2 راح تكون هي عبارة عن إيش؟ FA0 minus FA0 في X2، وكذلك الأمر بالنسبة ل FA3. X1 هون بيحكي لي at point 1 is the conversion achieved in the PFR، X2 is the conversion achieved زي ما حكينا in the PFR and CSTR، X3 is the conversion achieved in the PFR CSTR والBFR الأول. أو ممكن أجي أسميها اللي هي الconversion الأخيرة اللي بتطلع عندي، أسميها اللي هي overall conversion اللي هي نتيجة تفاعل المادة A في كل الرياكتورز اللي عندي. هسا نيجي نخصص دراستنا على الرياكتور إن سيريز. يعني ناخد في البداية إذا كان في عندي CSTR إن سيريز، نفترض أنه في عندي 2 CSTR إن سيريز. CSTR الأول بيدخل عليه اللي هو FA0 بيطلع منه FA1، والconversion بتكون عندي X1. الFA1 بتدخل على CSTR الثاني والفوليوم له V2 بتطلع FA2 مع إيش؟ X2. لو جينا بدنا نعمل ديزاين أو مول في البداية، إحنا قبل الديزاين إكويجن بنكتب المول بالانس إكويجن، ومن المول بالانس بنجيب الديزاين إكويجن. المول بالانس إكويجن على الرياكتور الأول راح تكون هي عبارة عن إيش؟ الـ FA0 اللي هي الـ Input minus الـ Output اللي هو FA1 plus اللي هي إيش عنا؟ اللي هو Terminal Generation اللي هو عبارة عن إيش؟ RA1 في V1 equal 0 اللي هو DNA على DT بتساوي 0 لأنه احنا حكينا steady state. RA1 في V لأنه حكينا no spatial variation. بعيد ترتيب المعادلة هاي راح يعطيني انه، قبل ما نكتب هاي راح يعطيني انه
لو عدت ترتيب المعادلة هاي راح يعطيني إنه الفوليوم equal FA نوت ماينس FA 1 على ماينس RA. زي ما تعلمنا سابقا FA 1 هي عبارة عن إيش؟ FA نوت ماينس FA نوت في X 1. بعوضها هون راح يطلع معي إنه الفوليوم للرياكتور الأول بيساوي FA نوت على ماينس RA 1 في X 1. نيجي نعمل مول بالانس على الرياكتور الثاني اللي هو الانبوت على الرياكتور الثاني هو FA1 ماينس الـ FA2 اللي هو الاوتبوت من الرياكتور الثاني بلس اللي هو RA2 في الـ V2 اللي هي نفس الشيء نو سباتشيال فاريشن وستيدي ستيت الـ DNA على DT بتساوي 0. الـ FA1 هاي عرفناها هون، الـ FA2 من القانون حكينا راح تكون هي عبارة عن ايش؟ FA2 FA0 ماينس FA0 في X2 اللي هي عدد المولات اللي تفاعلت لحد النقطة 2. ال V2 راح يكون عبارة عن إيش؟ FA1 لما أعيد ترتيب المعادلة هاي ال V2 راح يكون FA1 ماينس FA2 على ماينس RA2. هسا بنكتب هاي اللي هي المول بالانس إكويجن للرياكتور إن سيريز اللي هي للرياكتور الثاني. بدي أكتب الديزاين إكويجن، بدخل اللي هو الكونفيرجن على المول بالانس إكويجن. ال FA1 حكينا بدها تساوي FA0 ماينس FA0 في X1. ال FA2 راح تكون هي عبارة عن ال FA0 لأنه في عندي ماينس هون فبلس اللي هي FA0 في X2 على ماينس RA2. FA0 مع FA0 بتروح فراح يصفي إنه عندي هي FA0 على ماينس RA2 في X2 ماينس X1. هاي اللي هي أجت عن طريق إنه في عندي اللي هي بس نكتبها بالتفصيل كيف أجت، اللي هي راح تكون عندي FA0 في X2 ماينس FA0 في X1، وال FA0 مع ال FA0 راحت فبدها تصفي على ماينس RA2. باخذ ال FA0 عامل مشترك راح تطلع معي المعادلة هاي FA0 على ماينس RA بتساوي X2 ماينس X1. إذن هاي هي الديزاين إكويجن ل السكند رياكتور السكند سي اس تي ار ان سيريز. طب لو كان انا في عندي ثيرد رياكتور ان سيريز، لو كان في عندي رياكتور ثالث، نفترض على سبيل المثال انه كان في عندي سي اس تي ار ثالث، كيف راح اجي اعمل الديزاين اكويجن له؟ عادي طبيعي ببدا في المول بالانس اكويجن، راح اجي احكي له الانبوت اللي هو راح يكون اف اي 2 ماينس الاوتبوت من الرياكتور الثالث راح يكون اف اي 3 بلس اللي هو ار اي 2 في في 2 في في 3 ويساوي 0 لأنه بكون في عندي steady state. بعد هيك ال V3 راح يعطيني اللي هو FA2 minus FA3 على minus RA. ال FA2 حكينا إيش بنعرفها، اللي هي FA0 minus اللي هي FA0 في X2. ال FA3 اللي هي FA0 لأنه في عندي minus مع minus حيعطيني plus FA0 في X3 على الماينس ار اي، وتساوي الاف اي نوت مع الاف اي نوت بتروح، وراح اخذ اف اي نوت من هون عامل مشترك فراح يعطيني اللي هي اف اي نوت على ماينس ار اي في اكس 3 ماينس اكس 2 اكس 3 ماينس اكس 2. طب لو كان في عندي انا رياكتور رابع او سي اس تي ار رابع ان سيريز مع الرياكتورز اللي قبله، نفس الشيء راح نيجي نحكي له ال V4 اللي هو الفوليوم للرياكتور الرابع راح يساوي FA0 على ماينس RA2 او ماينس RA4 في X4 ماينس X3 اللي هي الكونفيرجن اللي بتطلع منه ناقص الكونفيرجن اللي دخلت عليه. هاي بالنسبه لسي اس تي ار ان سيريز. تو اتشيف بحكي لي هون تو اتشيف ذا سيم اوفر اول كونفيرجن the total volume for 2 CSTR to achieve the same overall conversion the total volume for 2 CSTR in series is less than that required for 1 CSTR. هسه بده يجي يقارن لي انه انا اذا بدي اوصل نفس الكونفرجن في سنجل CSTR او في 2 CSTR in series وين انا راح احتاج فوليوم اقل. راح نروح نرجع لمين؟ للليفينشبيل بلوت، زي لما قارنا ما بين الفوليوم للCSTR والفوليوم للبي اف ار، ونشوف وين الفوليوم انا راح احتاجه اقل. هسا لو جينا على سينجل سي اس تي ار، على سبيل المثال بدي اوصل لكونفرجن مقدارها 0.8، الفوليوم للسي اس تي ار راح يكون عبارة عن المساحة للمستطيل هذا كامل. لكن لو كان في عندي 2 سي اس تي ار ان سيريز والسي اس تي ار الاول انا عندي الكونفرجن لإله اكس 1 بدها تساوي 0.4، بعديها
بالسي اس تي ار الثاني انا بوصل للكونفرجن اللي هي 0.8. الفوليوم للسي اس تي ار الاول راح يكون عباره عن اللي هو المستطيل الاول ها زائد اللي هو الفوليوم للرياكتور الثاني راح يكون اللي هو المساحه للمستطيل الثاني اللي هون عندي. بنلاحظ انه انا في عندي هون جزء من هاي المساحه هون كامله هاي، انا لو كان عندي سنجل سي اس تي ار كنت اخترت هاي المساحه كامله وكان صار عندي الفوليوم بيساوي المساحه هاي كامله اللي هون، لكن لما صار عندي 2 سي اس تي ار ان سيريز هاي المساحه اختصرتها، وبالتالي انا ل 2 سي اس تي ار ان سيريز بحتاج لفوليوم اقل او التوتال فوليوم عندي بكون اقل من سنجل سي اس تي ار. لو كان عندي سي اس تي ار ثالث انا راح يكون عندي برضو اقل للفوليوم بشكل اكبر، وبالتالي كل ما حطيت رياكت او سي اس تي ار ان سيريز اكثر انا راح احتاج لفوليوم اقل من سنجل سي اس تي ار. هذا الحكي طبعا ليش؟ تو اتشيف اللي هي اسيم كونفرجن. هسا نيجي للبي اف ار ان سيريز، نفس الشيء نفترض انه في عندي البي اف ار الاول والبي اف ار الثاني، وفي عندي الاف اي نوت بتدخل على الرياكتور الاول بيطلع منها اف اي 1، الاف اي 1 بتدخل على الرياكتور الثاني، اف اي نوت على الرياكتور الاول بتطلع اف اي 1 بتدخل على الرياكتور الثاني بيعطيني اف اي 2. باجي بكتب اللي هي الديزاين ايكويجن بشكل مباشر هون للمعادلتين، راح يعطيني انه الفي توتال للتو رياكتورز مع بعض راح يعطيني اللي هو الفوليوم للرياكتور الاول زائد الفوليوم للرياكتور الثاني، او اللي هي ايش التكامل من 0 ل اكس 2 من الزيرو اللي هي قبل ما هون الكونفرجن بدها تساوي 0 ل اكس 2 في اف اي نوت على ماينس ار اي في دي اكس. هاي بقسمها بكتب اللي هي الديزاين ايكويجن للرياكتور الاول والديزاين ايكويجن للرياكتور الثاني راح تعطيني اللي هي التكامل من 0 ل اكس 1 من 0 ل اكس 1 اف اي نوت على ماينس ار اي في دي اكس بلس التكامل من اكس 1 ل اكس 2 في اف اي نوت على ماينس ار اي في دي اكس. هاي في حاله اللي هي البي اف ار بي اف ارز ان سيريز. انا راح اجي اصير لو كان في عندي رياكتور ثالث الفوليوم له في 3 راح يساوي التكامل من اكس 2 ل اكس 3 في اف اي نوت على ماينس ار اي. ممكن هاي المعادلات نشتقها عادي طبيعي من المول بالانس ايكويشن راح نوصل للقانون هذا اللي عندنا. The overall conversion of two PFR in series is the same as one PFR within the with the same total volume. هسا يعني أنا لو اخترت two، يعني هسا أنا لو اخترت two PFR in series، هل أنا راح أقلل الفوليوم عن لما أستخدم single PFR؟ من خلال الليفين شبيل بلوت بنلاحظ إنه الفوليوم لتو سي to achieve اللي هي same conversion، الفوليوم لتو سي لتو PFR in series هو نفس الفوليوم لsingle PFR. يعني انا لما استخدم اكثر من بي اف ار انا ما بستفي ما بقلل الحجم، يعني انا ما بياثر لي البي اف ار ان سيريز على الحجم البي اف على الحجم اللي هو التوتال فوليوم للبي اف ار. بنلاحظ من هون انه لو كان عندي اللي هو سنجل سي سنجل بي اف ار وبدي اوصل اللي هي كونفرجن 0.8 راح اخذ اللي هي الاريا اندر ذا كيرف كامله، ولو انا بدي اوصل اللي هي لكونفرجن 0.8 ان 2 بي اف ار الاول كانت الكونفرجن تطلع منه اللي هي 0.4 الفوليوم للرياكتور الاول راح يكون الاريا اندر ذا كيرف اللي عندي هاي لحالها الجزء هذا لحاله اللي هو لل فيرست بي اف ار، السكند بي اف ار راح تكون الفوليوم له ايش الاريا هاي من هون لهون، لما اجمعهم مع بعض راح يعطيني اللي هي الاريا اندر ذا كيرف هاي كامله لعند ال 0.8. وبالتالي انا السنجل بي اف ار هو نفس ايش التو بي اف ار، ولو كان عندي ثيرد بي اف ار نفس الكلام ما راح يتغير عندي اي شيء. هسه انا لو جيت عملت اللي هو كومبينيشن اوف سي اس تي ار، يعني في حال كان عندي مش بي اف ار مطبوع ببي اف ار او سي اس تي ار بسي اس تي ار، لو كان في عندي كومبينيشن ما بينهم سي اس تي ار مع سي اس تي ار مع بي اف ار، او سي اس تي ار وبعديه بي اف ار بعديه سي اس تي ار او بي اف، على هذا الشكل يعني في عندي كومبينيشن ما بين السي اس تي ار والبي اف ار. نيجي نتفرج على الاكزامبل اللي هون بعطيني اياه. زي ما تعلمنا بالنسبه للسي اس تي ار الاول راح نيجي نكتب اللي هي الديزاين ايكويشن اللي راح تكون اللي هي اف اي نوت في اكس 1 على ماينس ار اي 1. بالنسبه للرياكتور الثاني راح تكون هي الاف اي نوت في اكس 2 ماينس اكس 1 على ار اي 2. بالنسبة للرياكتور الثالث الـ V3 للرياكتور الثالث اللي هو الـ PFR عندي راح يعطيني التكامل من X2 لـ X3 في FA0 على ماينس RA3 في DX. لو جيت مثلته هذا الحكي اللي هو بيانيا أو اللي هو على الـ Leaving Spiel Plot جرافيكلي راح يعطيني إنه
للسي اس تي ار الاول اللي هو راح تكون اللي هي مساحة المستطيل، والسي اس تي ار الثاني اللي هو المستطيل الثاني اللي عندي من الاكس 1 للاكس 2، وهي اللي هو من الزيرو للاكس 1 اللي هو للرياكتور الاول السي اس تي ار الاول، والبي اف ار اللي هو الرياكتور الثالث عندي راح تكون اللي هي الاريا اندر ذا كيرف. انا هون مثلا على سبيل المثال لو بدي اقلل التوتال فوليوم ايش ممكن اعمل؟ احط 3 بي اف ار ان سيريز، انا راح استغني عن المساحه الاولى هاي والمساحه هاي لانه راح تصير اونلي اريا اندر ذا كيرف، تمام؟ هاي يعني حاله من الحالات اللي ممكن اقلل فيها الفوليوم اللي موجود عندي. نيجي نشوف كمان اكزامبل ثاني، هون بيحكي لي انه في عندي السي اس تي ار الاول بعده بي اف ار بعديها سي اس تي ار، وفي عندي اللي هو علاقه ما بين اللي هي الاف اي نوت على ماينس ار اي مع الاكس اللي هي ليفن شبيل بلوت. رسمنا اللي هي بالنسبة للرياكتور الأول راح تكون بيحكي لي إنه الإكس 1 بتساوي 0.2 والكونفيرجن اللي معها هي تقريبا 0.6. هون عندي باجي بقاطعها اللي هي عند 0.2، بقاطعها اللي هي مع الإف إي نوت على ماينس آر إي، إيش بتعطيني؟ إف إي نوت على ماينس آر إي بتعطيني 0.6، بما إنه سي إس تي آر إذن راح آخذ مساحة المستطيل كامل، الطول العرض الطول ضرب العرض، العرض اللي هو عبارة عندي عن 0.2 اللي هي X، الطول اللي هو الـ FA0 على ماينس RA اللي هو مقداره 0.6 هون، هاي 0.2. بالنسبة للـ PFR الثاني الـ Volume لإله هو راح يكون المساحة من 0.2 للـ 0.6، من 0.2 للـ 0.6 هاي راح تكون اللي هي الـ Area Under the Curve، هاي باخدها اللي هي الـ Volume للـ PFR. وبالنسبة للـ Reactor الثالث هي عندي من اللي هو CSTR من 0.6 لل 0.65، فراح تكون هاي مساحة المستطيل الأخير اللي هو الثالث. هسه هاي بيحكي لي إنه هذا الـ arrangement للثلاثة reactors هدول مع بعض هنا هو يعني أفضل ترتيب إلهم ممكن يكون، بعطيني أقل total volume للـ 3 reactors مع بعض. كيف نشوف هذا الحكي؟ أنا على سبيل المثال لو نفس الرياكتور هذا اللي عندي جيت وحطيت اللي هو حطيت الـ CSTR CSTR وبعديه PFR، راح يجي يعطيني انه من خلال نشوف من خلال الليفين شبيل بلوت الرسمة تقريبا جاي اللي هي على هذا الشكل. لو استخدمت اللي هو CSTR الاول راح يعطيني الفوليوم اللي هو زي الحد اللي هو 0.2، والفوليوم الثاني لحد 0.6. لو كان عندي سي اس تي ار راح اخذ المساحة هاي كاملة هيك مثلا على سبيل المثال، او راح يعطيني قيمة اكبر لعند 0.6 راح اخذ المساحة هاي كاملة هيك، فراح ازيد المساحة هون، انا راح اخذ مساحة راح تصير في عندي مساحة هون اكبر. يعني على سبيل المثال هاي خلينا على الرسمة هاي نفسها نشتغل لانها ادق، لو كان عندي اللي هو لل 0.6 نيجي نتفرج، لو كان عندي السي اس تي ار راح اخذ المساحه هاي كامله، شوف هاي المساحه كامله راح تدخل عندي تصير جزء من التوتال فوليوم. بعديها لو حطيت اللي هو البي اف ار في النهايه راح استغني بس عن المساحه هاي، انا ما استغنيت عن جزء كبير يعني ما اثرت لي عندي، اللي اثر عندي ان احط سي اس تي ار بعديه سي اس تي ار واخلي البي اف ار للاخر. لو خليت البي اف ار للاخر وحطيت السي اس تي ار هو الرياكتور الثاني راح انا اجي اخذ المساحه هاي كامله، هاي اللي عندي اللي هو 0.6 حتى المسافه اكبر راح تكون، راح اخذ مسافه اكبر هون كامله، هاي مساحه كامله راح تدخل عندي من ضمن الاريا هاي. بالنسبه هاي 0.6 راح اخذ المساحه هاي كامله راح تصير عندي جزء من التوتال فوليوم لل3 رياكتور ان سيريز. هاي بالنسبه لموضوع الرياكتور ان سيريز. احنا ان شاء الله بعد ما نخلص التشابتر 1 والتشابتر 2 بشكل كامل راح نحل مجموعة من الأسئلة على التو تشابترز، ويعطيكم ألف عافية.